هو دي الفطير بتاعي بعد ما طلع من الفرن، شايفين عامل ازاي؟ ما شاء الله عليه، حاجة كده تفتح النفس. شايفين اللون عامل ازاي، وشايفين كمان السوا، وكمان شكل الفطيرة عاملة ازاي، ما شاء الله عليها، بجد بجد حاجة حلوة جدا. كمان الجديد انه الفطير هنا ما اخدش مننا وقت ولا اي حاجة خالص، من اول فردة لمينا الفطير، وان شاء الله طلع مرق معانا. انا عايزة اوريكم الفطير دلوقتي. اول خطوه معايا ان انا حضرت المكونات اللي انا هشتغل بيها. انا معايا هنا كيلو ونص من الدقيق، عليهم معلقه صغيره كده من السكر، وكمان معلقه صغيره برضو من الملح، ومعاهم 4 معالق من الحليب البودر. هقلب كل ده مع بعضه، ودلوقتي خلاص احنا كده هنضيف الميه. يعني الفطير ما فيهوش اي افتكاسات ولا شغل كتير خالص، العجينه بتاعته عاديه خالص طبعا من غير خميره. هنضيف الميه وطبعا على العجان بعدها على اقل سرعه عندي طبعا، لحد العجين بتاعي ما يلم كله كده ويبقى كتله واحده، وطبعا هنزل بالميه بالتدريج. بعد ما طلعت من العجان زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله عليها، جميله جدا. سبتها في العجان بقى تضرب في العجان، والعجان يضرب فيها لمده ربع ساعه لما طلعت بالحلاوه دي. دلوقتي كده انا هقطعها كور على قد ايه، على قد الفطيره كده اللي انا هعملها. طبعا هنا انا محضره الزبده اللي انا ايه اللي انا هشتغل بيها. دي كده كويسة جدا، هنزلها بقى هنا في الزبدة كده ترتاح لمدة ايه، لمدة نص ساعة، هي تتشرب من الزبدة كده واخدها اشتغل بيها على طول. احاول كده اوازن ما بين كل واحدة والتانية. الفكرة هنا ان انا مش هفرد والم كتير، ان انا هشتغل الفطيرة كده على طول من اول مرة هلمها. شايفين العجينة عاملة ازاي؟ ما شاء الله. عايزه اقول لك كمان ان الزبده عندي هنا انا حاطه لها معلقه كده من الكركم، مخليها شكلها شايفين عامل ازاي، جميل. كمان انا ما بحبش الفطير كده يطلع على لونه الطبيعي، بحب دايما احط له معلقه من الكركم. بصراحه المعجنات كلها بحب ان انا اضيف لها معلقه من الكركم. يعني هسيبه في الزبده كده حوالي نص ساعه زي ما احنا شايفين يرتاح العجين، لازم معايا يرتاح العجين بتاع الفطير لازم يرتاح علشان ما يقطعش منك. وبعدين هنفرد على طول ونسويه، مش هياخد معانا وقت خالص. دلوقتي بقى هبتدي اخد كل عجينه كده وافردها، بس حبيت الاول اقول ان انا هنا معايا شويه سكر، ومعايا هنا سكر وقرفه، ومعايا هنا شرايح اللوز. اذا حبيت يعني وانا شغاله ان انا اضيف، طبعا تقدري تضيفي مكسرات وتقدري تضيفي زبيب، بس المكسرات يعني حاولي كده ان انتي تنعميها علشان ما تطلعش من العجينه اللي معاكي. نسمي الله ونبتدي ناخد ايه اول واحده كده نشتغل بيها. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفه العجينه بقى وهي مرتاحه هتبتدي تتفرد معاكي على طول، وخلاص وهي فيها السمنه والزبده. يعني مش محتاجه اي حاجه خالص، يا دوب تفردي وتلمي. شايفين كده بكل سهولة. ما تخليش فيها حتة تخينة وحتة رقيقة، حاولي كده ان ايه ان انت تظبطي كل حتة فيها. اشدها كده من الجوانب، احاول ارققها على قد ما اقدر.
اديني القطعه اللي كانت في ايدي بقت قد ايه، يعني فردتها على ايه، على اخر حاجه. دلوقتي هديها رشه كده من السكر. مش في كل جنب فيها ولا حاجه، لا هو في جنب واحد، وابتدي بقى ايه ان انا الفها رول. برضو وانا بلفها احاول برضو ان انا ايه اشد العجينه واوسعها اكتر وارققها اكتر، على قد ما تقدري رققيها رققيها علشان تبقى هشه معاكي كده وحلوه، ما تبقاش فيها حته ناشفه. ليه قلت السكر في حته واحده؟ علشان السكر ما يطلعش منها ويتحرق، لانك لما تحطيها كده في اول العجينه او في طرف العجينه ولسه هتبتدي تلفي عليها كمان كام لفه، فكده السكر تضمني انه ما يطلعش منها خالص. شديها شديها على قد ما تقدر. يا سلام بقى لو على طبليه بقى او على ترابيزه كبيره تاخدي راحتك فيها اكتر من كده. زي ما احنا شايفين كده هبتدي بقى الف الايه العجينه اللي انا لفتها رول، هبتدي الفها دايره كده. ودي اول واحده بقت جاهزه معايا بالشكل ده، هجيب الطرف ده كده واحطه تحت، اسيبها ترتاح برضو شويه قبل ما ادخلها الفرن، اكون كمان انا فردت اكتر من واحده معاها. العجينه ما شاء الله بتجري كده تحت ايدي زي ما احنا شايفين، كل ما ترتاح كل ما تلاقيها بتتفرد معاكي بسرعه بكل سهوله، كمان ما تقلقيش عليها خالص لو سبتيها ساعه كده في الزبده ما تقلقيش عليها خالص، هي كل ما ترتاح زي ما بقولك كل ما تبقى سهله، مش هتنشف معاكي وهي في الزبده. الفكره ان هي ايه مش هتنشف، ومش هتقعدي كل شويه بقى تاخدي زبده وتحطي، لا خلاص هي اتشربت بقى وخدت كفايتها. نديها برضو رشه كده من السكر. نبتدي بقى ايه نلفها زي المره اللي فاتت. كده انا وصلت بقى ان انا ايه هلفها، انا خلصتها كده رول، هلفها كده زي ما احنا شايفين زي الورده. وفي الاخر خالص هجيب القطع اللي في الطرف اللي في الاخر ده كده وهحطه ايه في الفطيره من تحت. حشيت واحده قرفه وقلت لي بقى هحشيها معاكم علشان خلاص كده انا هطلعه لكم على السوا. شايفين بس انا عايزه اوريكم حلاوه العجين ما شاء الله عليه. كده ريحه القرفه عامله ازاي، انا عارفه ومتاكده ان دي هتبقى احلى من السكر العادي. Thank you.
انا عايزاكم بس تسمعوا الصوت معايا، سخنه جدا. خليني اشوف واحده تانية تكون بارده. سخن، كله سخن جدا. شايفين؟ سامعين الصوت؟ سامعين الصوت؟ شايفين الفطير؟ ما شاء الله ما شاء الله، دايب دوب ومورق جدا اهو، سخن والله، سخن جدا. بس انا برضو عايزكم تشوفوا، شايفين قد ايه مورق وحلو؟ من اول مره، من اول فرده، زي انا ما بقول يعني مش هتاخدي فيه وقت ولا مجهود ولا هتكسلي اصلا ان انت تقومي تعملي. احنا طبعا متعودين ان احنا كنا بنفرد العجينه اكتر من مره ونلمها علشان يدينا التوريقه دي، توريقه من اول مره. يعني انا حبيت النهارده ان انا اعمل فطير ويكون سريع معايا، علشان بجد انا كمان مرهقه ومش عايزه اخد وقت فيه. ففكرت بقى ان انا اعمله بالطريقه دي. يا رب النهارده تكون الطريقه عجبتكم ويكون كمان الفطير عجبكم وتجربوه. وما تنسينيش في اللايك والشير، وانتظروني في فيديو جديد احلى واحلى باذن الله من مطبخ رنوشه.